عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في كويزين سهام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد الكيك ديال المول العجيب اللي كيجي زوين وخفيف وهشيش. كتجي فيه غير بيضة واحدة، والكريمة ديالو غادي نديرها على جوج طبقات إن شاء الله. ندوز نقدم لكم المقادير. كندير فيه غير بيضة، هو بيضة واحدة في الكيك ديالو. كندير فيه كاس تاع سنيده، كاس تاع سنيده، وكندير فيه كاس وربع ديال الحليب، وكاس تاع الزيت، وجوج معالق ديال الكاكاو، واحد القبيصه تاع الملح، وما بين كاسونس تاع جوج كيسان ديال الدقيق، طبيعه الحال يكون مغربل، وجوج خميره كيماويه جوج. ندوزو للطريقة. عفوا البنات، انا مشى ليا الفيديو ديال فاش درت البيض، حيت انا ما كنديرش البيض هو الاول. كندير هذوك كاس ديال الزيت، كاس ونص، كاس وربع ديال الحليب والكاكاو، وكاس تاع الزيت، وكنخلطهم مزيان مزيان بوحدهم حتى تتندمج العناصر ديالهم مزيان، حتى تيذوب داك سنيده وداك الشيء كذوب. وكناخذ منهم دابا منين طحنتهم، ها هما دابا كيعمل الخليط. غادي ناخذ منه واحد الكاس، لان هذا الكاس هذا غادي نخليه حتى منين نطيب الكيك غنسقيه بيه. ها هو الكاس اللي خديت، هذا غادي نخليه حتى طيب الكيك ان شاء الله، هذا غادي نسقيه بيه. خليه هنا. دابا انا غنزيد ديك البيضه، بسم الله، ونطحنها مع الخليط مزيان حتى تندمج مع الخليط مزيان، عاد نبدا نزيد في الدقيق. دابا ملي نخلط البيضه مع الخليط مزيان، غادي نبدا نزيد في الدقيق. ندير ديك قبيصه الملح، نزيد الدقيق بشويه بشويه، أكثر مغربل. كيف ما كتشوفوا دابا انا كملت الخليط ديال الكيك، قدني فيه كاسونس ديال الدقيق اللي قدني فيه، ودرت هذوك جوج خميرات. دابا جبت المول ديالي، هذا المول العجيب اللي دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالدقيق. دابا غادي نصبو في المول وندخلو الفران. انا ديجا شاعل الفران، راه سخون. مدة الطياب غادي ما بين 30 دقيقة و 25 دقيقة، لانه خفيف الكيك، خفيف دغيا كيطيب. من بعد ما غادي يطيب نخرجها، ديك الساعة نوريكم كيفاش غادي نسقيها ونعطيكم المقادير ديال الكريمة. ها هي دابا الكيك ملي صبيتها في المول، دابا غادي ندخلها الفران ان شاء الله حتى طيب، ونخرجها ونكملو المقادير ان شاء الله. من بعد ما طاب لينا الكيك ديالنا، ها هو دابا غادي نقلبو في طبق التقديم كما كتشوفوا. ها هو الكيك ديالنا، ندوز نسقيه بداك الكاس اللي حيدت. غيسقيو كامل من الجناب ومن كل شيء. نتمنى يكون واضح عندكم هذا الشيء. هي دي منين سقيتها دابا كامله، دوزتها بالسقوه كامله سقيتها. دابا غادي ندوز نعطيكم المقادير ديال الكريمه. ديال الكريمه كنحتاج كاس ونص ديال الحليب، انا ديجا درته هنايا، جوج معالق ديال سنيده حسب الذوق، واحد الفلون ديال الشوكولا، وجوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير اللي ما عندوش يدير المايزينا،
واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، وهاد الشكلاط هذا واحد ربعة القطع ديال الشكلاط حتى غطيب ليا الكريمه، عاد غادي نزيدهم ونحركو نحركها حتى يدو هاد الشكلاط. و الا اللي ما بغاش يدير الشكلاط يدير واحد رامون صغير ديال الشوكولا هذاك ديال درهم. ندير جوج معالق كبار ديال الكريم باتيسيير، ندير جوج معالق ديال السنيده، ندير معلقه صغيره ديال الكاكاو. اللي ما بغاش يدير الكاكاو بغى اللي كيبغي النكهه ديال القهوه يدير نسكافيه، معلقه صغيره. والفلون شوكولا نحركو هادشي مزيان، نحركو مزيان مزيان حتى تتندمج العناصر مزيان، ونديرو فوق النار على نار مهيلة مع التحريك المستمر، ومن بعد غادي نوريكم. هاهي الكريمة من بعد ما تماسكات ليا غادي نزيد عليها هاد الشكلاط هذا، وبقا نحرك فيها حتى تذوب، كيدوب الشكلاط مزيان يذوب، هاد السخونية راه غيدوب الشكلاط. من بعد ما داب مزيان نجيبو الكيك ديالنا، ها هي غادي نخويو هاد الطبقة الأولى في الكيك ديالنا. باش نسرحوها كامله على الكيك. دابا غادي نخليوها حتى تجبد ونوجدوا الطبقه الثانيه اللي غادي ندير. تندوز نوريكم المقادير. من بعد ما جمدت لينا الكيك كما كتشوفوا الكريمه جمدات، دابا غندوزو نوجدوا الطبقه الثانيه. ندوزو المقادير اللي كنحتاجو فيها: كاس ونص ديال الحليب، واحد ايديال ديال الفلون، ايديال ديال البنان، جوج معالق ديال السكر، جوج معالق ديال الكريم باتيسيير، وهاد دانون ديال الفاني ولا ديال البنان، غير هذا الصغير ديال الدرهم هذا حتى الاخر حتى تطيب لينا الكريمه، عاد كنزيدو بحال كيما درت في الشكلاط. والمجموع اللي كيجي في هذا الكيك ديال هذا الكريمه نص سيطر الحليب، كتاخذي نص سيطر الحليب وكتقسمي على جوج. سكر جوج معالق، جوج معالق كريم باتيسيير، البنان هذا ديال البنان كيجي زوين كتجي بنينه الكريمه ديالك. ممكن ديروا ديال الكراميل، وفي العوض هاد الدانون ديال الفاني ديروا دانون الدانون ديال الكراميل، حتى هو كيجي زوين. كنحركوا العناصر مزيان، كنديروها فوق النار، تكون النار قليله مع التحريك المستمر حتى تختار لينا الكريمه. هنا ملي تمسكت ليا الكريمه ديالتي على هاد الشكل، غنزيد عليها دابا داك الدانون، ها
نخلطها مزيان، نخلط الدانون مزيان. ديالي وغادي نخوي هاد الكريمه فوق الكريمه الاخرى. نوزع بهاد الطريقه هاهي كيما كتشوفوا تزيين. دابا تزيين كل كيزيد اللي كيبغى. انا غنزين بهذا الكراميل، راه كنصوبو في الدار ان شاء الله شي نهار وندير لكم ليه فيديو ديالو خاص. وغنزين بشوكولا فيرميسيل هيا ندير واحد الشكل هنا على شكل شميشه. زين حسب الرغبة، هاي كل واحد وكيفاش بغا يزين الكيك ديالو. نزين بالشوكولا فيرميسيل جناب، ودابا غادي نخليها حتى تبرد مزيان وتشد هذيك الكريمه مزيان، ومن بعد نوريكم الطبق النهائي كيفاش جا. ديال الكيك ديالنا هانتوما شوفوها كيفاش كتجي. دابا غنقطع لكم منها واحد الطرف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. هو شكلها من الداخل اللي فاش كتجي، راه كتجي رطبه وخفيفه وزوينه. مازال انا راه ما خليتهاش جمدات بزاف، نتوما خليوها تجمد، راه مازال عندي سخونه، مازال خاصها تجمد شويه. كنتمنى هاد الوصفه تاع اليوم تعجبكم، وكنتمنى منكم انكم تجربوها لانها كتستحق التجربه. الى عجبتكم الكيك ديالي ديروا لايك واشتركوا معي في القناه باش يوصلكم جديد المواصفات. السلام عليكم.